موسى فتاح من مدينة حلب. كانت نقطة تحولي الأساسية في حياتي أنه تركت طب الأسنان وعملت في مجال التنمية العقارية وإدارة الشركات في البوسنة والهرسك. جيت على سراييفو ب 97، يعني رغم انه البلد المدينه كانت مدمره بنسبه 80%، انا يعني قلت لا لازم اضل هون ابقى هون واحاول. يعني كنت اشوف في سراييفو، يعني سراييفو تشبه تقريبا دمشق او حلب القديمه، يعني خاصه في المدينه القديمه بسراييفو في تشابه كبير. يعني عملت من تقريبا من 98 لحد تقريبا 2015 موظف، كنت يعني حياه يعني النمو التدريجي بسموه، يعني النمو التدريجي. من 2015 قررت افتح اول شركه خاصه فيني في عائلتي في 2015، تقريبا منتصف 2015، تقريبا حاليا 4 سنوات 5 سنوات. فاستفدت الحمد لله من كل خبرتي السابقة، في كل علاقاتي السابقة، علاقات مع الشركات البوسنية، شركات في يوغوسلافيا السابقة، كان صربيا، كرواتيا. شركتي MFC تعمل في إدارة عدد من المشاريع، مشاريع العقارية أهمها، منها مشروع سراييفو ويفز، أنا بعتبره من أهم المشاريع أنا عملت فيها. يعني تقريبا مشروع سراييفو ويفز مشروع سكني تجاري، طبعا مشروع في أنا حاولت أشتغل في نمط شوي يعني حديث ومتقدم، يعني أرفع من مستوى السكني في مدينة سراييفو، مع طبعا مستشارين فنيين، ويعني عملنا اظن افضل مشروع في عام 2015 حاز افضل مشروع في البوسنة. قبل سنة ونص تقريبا قررت افتتح مطعم، سميناه مطعم كلم انترناشونال، يعني هذا المطعم ما حبيت اسوي مطعم عربي لان الناس كثير بحبوا يسووا مطاعم عربيه، فانا لا قررت اسوي مطعم انترناشونال، له مطعم بوسني وله مطعم عربي، والحمد لله في منطقه كان صعب النجاح فيها بس انا حققنا نجاح كبير. بالنسبة للبوسنة اللي شاف وضع السابق يعني بال 97 98 بيقول هالبلد لا يمكن تقوم على رجليها. أنا كنت من قلائل المتفائلين في وضع البوسنة، والحمد لله اليوم البوسنة بلد متعافي وترممت معظمها الحمد لله والأمور ماشية للأفضل. نفس الشيء تفاؤلي موجود بالنسبة إن شاء الله لسوريا، متفائل إن إحنا الشعب السوري إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونرجع ونعمر بلدنا إن شاء الله.